طابت اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقه المباراه يبدو ان كل شيء مثالي هنا من اجل مباراه كره قدم ممتعه، لان الاجواء رائعه بشكل عام، الطقس جميل، اجواء رائعه في المدرجات، سماء صافيه، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن ان يحدث على ارضيه الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين باظهار امكانياتهم لكي نستمتع بكره قدم. Everyone, please welcome the two sides. رائعة هذه الأجواء هنا في المدرجات. الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. شيء جنوني وغير عادي. الآن مع النشيد الوطني للجزائر. Lining up for Algeria, number 20, Youssef Atto. البداية ديوارا رياض محرز، تغيير اللعب على الأجناب، يلعب كرة بينية، موجود لبعض الكرة، يستعيد الكرة مرة أخرى. دياكابي يحاول لعب الكرة إلى الأمام. رمية جانبية إذن. لمسة بينية. بكل قوة بكل إصرار يواصل المشوار. تمريرة لم تكن دقيقة، بدون خطورة تذكر. يحاول اختراق. الكرة ملعوبة من مسافة، فاتت ومرت وصلت إليه. يحاول أن يلعب كرة بينية، يستمر في المحاولة في الركض بالكرة، ضغط قوي وينجح في استعادتها. ماندي بن طالب، أدم أونس، كرة ممتازة، ونجح! يا إلهي، كرة كانت قريبة جدا. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. تسلل غير موجود. دفاع جدا نرفع القبعة لهذا الأداء الدفاعي العالي. كرة طولية إلى الأمام. محاولة من
جهة اليسار. هذه فرصة خطيرة سننتظر. أوناس أوناس لم يكن محظوظ. الفرصة الخطيرة جدا. سيستلم هذه التمريرة الطولية. دياكابي دياوارا كايتا كايتا وترجع الكرة إلى الحارس. الكرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. يمر يلعب كرة بينية. أوناس في انطلاقة جميلة بدون أي مضايقة. كايتا يا سلام تمريرة جميلة بذكاء. كرة بينية طويلة. يتم احتساب ركنية. هذه براعة كبيرة منا أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. بن طالب يتفوق في المواجهة البدنية يحصل على الكرة يتدخل بشكل قوي جدا. اعتقد انها بالفعل مخالفة. يتفق معي ربما حكم المباراة يطلق صافرة. نعم ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار انذار شفهي للاعب. نشاهد اليوم فينيشنج عالي جميل. انهاء الكرة بلمسة متقنة وفي منتهى الروعة. توقف هذه اللعبة مدى براعته. الجزائر يسجل الهدف الأول للمباراة. تقدم مستحب. يلعب رابية التماس.
الجديد يهرب في الجهة اليمنى. لمن هذه الكرة يا ترى؟ أداء دفاع قوي جدا هذا اليوم. إمكانية مرتدة الآن. يحاول تمريرها من بين المدافعين. يحصل عليها ماندي. دياكابي. كرة طويلة للأمام. كرة إلى الأمام. رياض محرز. يتفوق في المواجهة البدنية. يحصل على الكرة. يلعب كرة بينية. مساحة خالية على الجانب. لديه فرصة ليلعب كرة عرضية. لمسة بينية. الآن إمكانية المرتدة. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تقف الهجمة هنا. تنتهي الأمور هنا. ضغط قوي وينجح باستعادتها. يحاول أن يلعب كرة بينية. رائع جدا في التحكم في الركض بالكرة في لمس الكرة وأيضا في تمريرها. يمر يلعب كرة بينية. بإمكانه إبعاد الكرة. ماندي. لكل من انضم إلينا الآن هدف وحيد هو الذي يصنع الفارق حتى الآن. النتيجة 1-0. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. مهارة كبيرة في الاستلام. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. لا، على ما يبدو أن المخالفة وقعت خارج المنطقة. أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. محرز يريد لعب الكرة في منطقة الجزاء. أوصلها إلى المرمى. صافرة الحكم تنطلق وتغلي نهاية الشوط الأول. إيقاع عالي جدا. قدموا إيقاع حقيقي هو المناسب في مباراة اليوم. تناغم تجانس كبير بين اللاعبين. قوة شخصية في هذا اللقاء وأيضا تألق كبير أمام المرمى. Substitutions taking place. ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن. الجزائر يجب أن يحافظ على تركيزه وعلى تقدمه وإن كان أيضا الهدف الوحيد لا يبعث على الاطمئنان. لابد من بحث عن هدف ثاني لتأكيد هذا التقدم والانتصار. الكرة المعتادة. الدفاع القوي جدا. ويلعب كرة أوناس. لم ينجح في تحويل الكرة إلى المرمى. تلعب الكرة إلى الأمام. آدم أونس. لا يمكن إهدارها. عرضية. يلعب الكرة.
تلمس الأرض. قابل الكرة بشكل جيد لكن كان يحتاج إلى دقة أكثر، إلى تركيز أكثر. ديكابي يلعب كرة للجانب الأيمن، يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يلعب كرة على اليسار، كايتا عدت الكرة بضغط قوي، تمكن من افتكاك الكرة. كايتا أجمل، الحكم يشير لوجود خطأ ضربة حرة. ينجح الحارس في صد الكرة وإبعاد الخطورة. بن طالب فرصة هجوم معاكس، يغير اتجاه اللاعب على الجناح. رياض محرز معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. دياوارا يلعب كرة على اليسار، ضغط قوي وينجح في استعادتها. الحكم يشير لوجود خطأ ضربة حرة. يلعب كرة بينية، لمسة بينية. محرز يلعب محاولة تسديد أخرى، يا لها من كرة لكنها في الأخير ضاعت بعد مجهود رائع جدا. والآن وقت إجراء تغيير مع توقف اللعب. رياض محرز يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة، يقطع الكرة. الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة، ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار انذار شفهي للاعب. كرة عالية جدا، يحاول تمريرها من بين المدافعين. دياكابي
كايتا، كرة طولية إلى الأمام، محرز يحاول أن يلعب كرة بينية، بوتا ربما لو مرت لكانت خطيرة، دفاع رائع اليوم، فشل في أن يقابل كرة بطريقة صحيحة. إيمورلو يلعب كرة بينية، يرسلها داخل 18، ملعوبة قصيرة من محرز، كرة عرضية، تسديدة، تسديدة أخرى، substitution in progress. لدينا تغيير جديد هنا، محرز يلعبها قصيرة، والكرة العرضية على الطاير، هذه ضربة راسية، محاولة جميلة لكنها لم تكن كافية لتسجيل هدف. احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا، ينجح في بعثها عن مناطق الخطورة، يلعبها طولية، أفقد الخصم التركيز، التوازن، كرة طويلة للأمام، والآن فرصة للتحول الهجوم، يلعب كرة بينية، كرة جميلة، فرصة للتسديد، محرز يلعب كرة قصيرة، بن طالب الآن فرصتهم للمرتدة، قد تكون هذه فرصتهم، يلعبها لمنطقة الخطر، هجمة مرتدة الآن، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم، substitutions taking place. يحاول أن يلعب كرة بينية، والكرة تجاوزت الخط هنا، دياكابي تلعب الكرة إلى الأمام، خسر المواجهة أمام خصمه، ونجاح يلعبها على اليمين، لمسة إلى الهجوم،
فقد توازنه. أدامونس ونجاح يحاول تمريرها من بين المدافعين. كرة أرضية أرضية. كايتا يجب أن يكون الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. والآن تغيير سيتم مع توقف الكرة. Substitution for Algeria. Number 9. Coming on the field is number 13. لمسة بينية. يحتسب الحكم ركلة حرة. أجواء مشتعلة، أعصاب مشتعلة، توتر كبير. يجب على الحكم أن يكون حاضرا، شخصيته حاضرة، والتدخل بسرعة. وتلعب أرضية أخرى. كرة أرضية لم تمثل أي خطر. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. وهذه رمية جانبية. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب، لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. يشتت الكرة. دياكابي، دياوارا، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يستلم الكرة من الخلف. محرز عرضية. اختبار بأقل فارق من الأهداف. لماذا؟ بفضل خط الدفاع القوي، صلابة دفاعية. جدار برلين. يا إلهي يا الله على هذه المباراة، يا لها من ليلة كبيرة. هذه الكرة لنحب مشاهدتها، مثل هذه الليالي لا تفوت في عالم كرة القدم. شكرا جزيلا لكم على متابعتنا، انتهت تغطيتنا، وإلى اللقاء في مواعيد قادمة.
Hello, attendees. This is a lost children's announcement. Would the father of a boy in the green backpack kindly contact a nearby member of staff?